اهلا بيكم متابعي اليوم السابع. من اسبوعين كان في فرح اشهر كابلز في مصر، ساره محمد طه ومحمد. طبعا عشان خاطر افكركم، ساره اللي هي تعتبر طبعا من قصار القامه، بس هي يعني ربنا كرمها ورزقها بعريس ما شاء الله طوله 147 سنتي. النهارده احنا اول يوم بعد انتهاء شهر العسل، هنروح دلوقتي اهو هنخبط على ساره ومحمد وهنروح لهم ونشوف بقى حياتهم عامله ازاي دلوقتي. طبعا احنا واخدين ميعاد قبل ما نروح برضه عشان متابعي اليوم السابع ما يفتكروش اللي احنا متطفلين. احنا واخدين ميعاد. مساء الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، عامل ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي اليوم السابع. احنا دلوقتي النهارده اهو من داخل منزل محمد وساره. ايه الاخبار؟ ازيك يا استاذه؟ عامله ايه يا فنانه؟ اخبارك ايه؟ احنا النهارده موجودين مع في بيتهم، بيت محمد وساره بعد شهر العسل. شهر العسل عامل ازاي؟ كان جميل والله، حلو حلو. الحمد لله عدى على خير. تعال بقى خش خش. ايه الاخبار؟ امسك بقى كده المايك. ايه الاخبار؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه. انتوا عاملين ايه؟ اليوم السابع عامل ايه؟ احنا مبسوطين جدا بيكم. الفرح عجبهم؟ الفرح عجب مصر كلها بجد، يعني انتوا كنتوا ترند ومصر كلها شافت الفرح. ما شاء الله الحمد لله. هو انت ايه ده؟ اول حاجه بس ايه ده؟ السلم اللي جايبه ساره عشان لما بتطلع تجيب حاجه من فوق ما بتبقاش طايله وكده، فجايبه لها عشان تقف فيه. يعني ايه ما تبقاش طايله دي؟ يعني عشان تبقيش طايلة تجيبي حاجة من فوق. ايه ما بتبقاش طايلة دي؟ يعني ناس وكده. مش قصدي على فكرة، مع هو بيسألني ده اصلا. انت المفروض تكون بتجيبها، بس انا يعني بجتهد ايه. طب انا عشان ما كنتش موجود. انا ما تقوليش كده. طيب انا مش قصدي، بس ما ينفعش قدام الناس. اشيل الكرسي بقى. ماشي لما نخلص. يعني الناس كلها اتفرجت علينا بقى. يا جماعة يعني احنا مش قصدنا يعني، بس احنا على الهوا دلوقتي. انا مفيش حاجه والله على الهوا يا جماعه. هي القفش ايه؟ طب انتي مزعلك؟ طيب بيحني حزم ايه؟ ما الحاجات، ما انا طبيعي هعمل كرسي يعني. طب ما هو بس ما يقولهاليش كده في وشي. امال اقول ايه؟ لا كمان. ايوه قول ايه. هارس وحال. طب يا جماعه نستهدوا بالله. طيب يا جماعه لسه اول يوم بعد شهر العسل يا جماعه، هنتخانق اول يوم؟ ينفع كده؟ يعني متابعي اليوم الساعة برضه عشان نوضح، هو السلم ده المفروض ده يعني محمد جايبه يعني عادي، عشان هو ممكن مثلا يكون مش موجود في البيت. فيعني ما هو انت بتقولي حاجة. ايوه ما انا كنت عايزة اجيب الفواحة اصلا. بس عادي يعني. ما مش قصدي، انت قصدك حاجة. مش قصدي والله. قصدك مش قصدي حاجة. طب احنا هتوقفونا كده ولا نخش؟ تعالوا اتفضلوا. تعالوا اتفضلوا. يلا نخش يا جماعة. احنا دلوقتي احنا في بيت محمد. اتفضل ليديز فيرست. الله يخليك. احنا دلوقتي اهو يعني احنا في الصالون كده صح؟ هنقعد ولا هنتخانق تاني؟ مفيش خناق، عشان الناس متابعين اليوم السابع كلهم كانوا معاكم في الفرح. مش انا ما حركتش على فكره. هو بيقول لي ده بتاع ايه؟ فبقول له ده استخدامه لكذا، يعني جايبه عشان زي طب اتفضلوا اقعدوا. اتفضل اتفضل اقعدوا كده في الانتريه وانا هاجي لكم دلوقتي حالا. ايوه كلموني بقى يعني ايه عن اليوم بتاع الفرح والتجهيزات بتاعته وشهر العسل بقى والقصه دي كلها، لان كل متابعي اليوم السابع اصلا كانوا متابعينكم في الفرح. عايز اقول لكم ان الفيديوهات عملت اكتر من 10 مليون مشاهده ما شاء الله. يعني انتوا كنتوا ترند. احساسكم ايه بقى؟ لا هو يعني انا الموضوع كان متوتر قوي، في توتر غير طبيعي، وكان في دربكه وعايزين نعمل حاجات كتير قوي 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 قوي، وبس الحمد لله الدنيا مشيت زي ما احنا عايزين واحلى. انا ما اتفاجئتش، انا اتفاجئت ان الفرح كان حلو بصراحه لما اتفرجت عليه. التعليق الوحيد المفروض احنا ممكن نسكت الراجل ده. الراجل ده تعالوا امشيكم في الشقه شويه. تعالوا ناخد جوله في الشقه وبعد كده نكمل كلام على ما اونكل يخلص. عجبكم الصالون يا جماعه؟ عايز اقول لك يعني متابعي اليوم السابع كلهم بيسلموا عليكم دلوقتي من الاردن ومن العراق ومن مصر. حبايبي منورين على راسنا والله، شرفتونا مشرفينا. ده احنا بقى فين؟ دي غرفه الاطفال. بسم الله ما شاء الله. ده ابن اختي عادي. ده عادي. ده ابن اختي. ابن اخويا. ابن اخوها. انا قلت ما شاء الله يعني. يعني لا ما لحقناش ما لحقناش لسه. قلت في سرعه يا جماعه ما شاء الله. ايه رايكم في الالوان؟ انا قلت صار كده وخلاص.
منور. ده دي بقى ايه؟ اوضه الاطفال. دي اوضه الاطفال بس. لا جميله جميله. انتوا تعبتوا طبعا عشان تعملوا الشقه دي. تعبنا احنا، شقينا احنا شقينا والله العظيم. تعبنا جدا 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 والله. احنا مش حابين نكون متطفلين يا جماعه. لا والله مش متطفل. انتوا حياتنا انا عارف اول يوم بعد الشهر عسل يعني حاسس ان انا تقيل شويه عليك. لا ولا اي حاجه. بيتك يا حازم. الحمد لله مش عايز اكون تقيل بس. عادي يا حبيبي اتفضل. نور الدنيا. وما شاء الله وتحت ترابيزه السفره. ده كحك ماما. ده بيتي. ده كحك بيتي. بيتك فين؟ ده بيتي. قالش بقى وبتاع. لا بهزر معاكم. ما شاء الله يعني ممكن كده تلقي نظره على الشقه ما شاء الله. النيش ده بقى يعني استخدامه يعني ليه دايما؟ عندي سؤال. تعالوا كده، ليه دايما كل ما نروح اي مكان او اي بيت لازم يكون النيش فيه حاجات كتيره جدا ما بتطلعش؟ لا بتطلع. ساره بتطلع. ساره بتطلع الصراحه. احنا عندنا بتطلع. ده منديل كاتب الكتاب. ده كان المأذون ما شاء الله. كان هيقلبه مننا. ما حدش خده. لا رجع لنا تاني بعديها بيومين. رجع لي بعديها بيومين. جميل. هنكمل جولة. يلا بينا. يلا. عايزين نولع النور كده. اتفضل. يعني شو بقى انتوا جيتوا فجأة. لا بس جميل. جميل. ده اللي تطلع تقف بيه على الحوض. بلاش موضوع الكرسي ده عشان خاطر بيزعل. لا عادي ده انا اقوله ما انا براحتي. لهم ما قوليش ويضايقني. انا عشان اعرف اكل الحاجات اللي فوق. ربنا يا رب يسعدك يا ساره والله ويسعدك يا محمد. عايز اقول لك بعيد عن الهزار، انتوا خدتوا كميه دعوات غير عاديه والله العظيم. يعني يمكن الناس اللي ما شاء الله روحكم حلوه والناس حباكم جدا 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 ومفيش تعليق فعلا شفته غير ما الناس كلها بتشكر فيكم وناس نفسها تشوفكم مبسوطين دايما. وانت محمد انت يعني حد جدع جدا. انا اسف يعني انا مش متحيز والله. لا هقول لك ليه. لا محمد والله مش قصدي. ايه ده؟ بس يمكن اللي محدش يعرفه عن محمد، محمد وقف قدام الدنيا كلها وتعب في شغله. كان في مشاكل في شغله كتيره وقاوم وكافح وفي ظل ظروف طبعا اكيد لاي شاب بيمر بظروف اقتصاديه برده مش هتبقى مش قد كده. كلنا انا نفسي اتجوز مش عارف اتجوز والله. ادعوا يا جماعه. واقفه والله على السفره وواقفه على كام جهاز في الشقه. لو في اي تبرع كده ما احنا معاك. ماشي بقول لك ياخد اللي انت عايزه. فمحمد والله بجد يعني هو تعب وكافح واعتقد اتجوزته في الميعاد ده صح. احنا بقى يعني ما اخرش. لا ما اخرناش. سنه واربع شهور. سنه واربع شهور. انت جايب صوره كده اصلا. والله عظيم ما قصدي. انا هسيب لكم اللايف والله. يا جماعه بصوا مش هينفع كده. تنمر ده غريب قوي. ايه التنمر ده؟ لا لا فيش تنمر خلاص. موضوع هنقعد فين بقى عشان نبدا بقى نتحدث. يلا اتفضل نرجع تاني للصالون يا جماعه. احنا بس رحنا نشوف باقي الشقه يكون الراجل بتاع البوتاجاز ولا انابيب بقى خلاص. اتفضل. مكان مكانكم يا جماعه. اتفضلوا. عايز اقول لكم بقى امسكوا بقى كده المايك. نبدا بمين الاول؟ محمد. محمد يعني عايزك برضو للناس اللي لسه داخله اللايف عايزك تعرفنا بنفسك عشان في ناس انتوا خلاص بقيتوا ترند معروفين. تمام. عرفنا بنفسك وصارت عرفنا بنفسها وازاي اتقابلتوا وازاي ارتبطتوا ببعض وازاي تحدتوا اللي هو الناس اللي بتتريق والناس اللي بترخم والكلام ده كله. تمام. ويلا نتكلم معاك. محمد سيد احمد. 25 سنه. طالب في كليه التجاره جامعه حلوان. علي صوتك يا محمد. 25 سنه طالب بكليه التجاره جامعه حلوان. اتعرفت على ساره في مصيف. كنا بنطلعوا كل سنه لمده 20 سنه بنطلعوا مع بعض. ما كانش في اي حاجه غير من سنتين 2019 ثلاث سنين 2019 شهر 9 الساعه 9 بالليل يوم الثلاث. لازم نركز. يوم 9. لازم نركز في مواعيد. يوم 9. خلي بالك اللي الراجل اللي بيهتم بالتفاصيل فعرف اللي هو راجل يعني. تمام. بيهتم بكل حاجه بعد كده. ايوه انا عارف. بس اتقابلنا قبليها كان في ابن اختها معايا. واقفين تحت في الفندق بنتكلم. انا اللي مش قصدي والله. آه
قال لي عندي ليك مفاجأة حلوة. بنتكلم عادي اصحاب واقفين بنتكلم. قلت له في ايه؟ قال لي سارة جاية بكرة. كان يوم الاثنين. قلت له ايه ده بجد؟ معرفش ايه اللي شدني سارة جاية بكرة. ايه اللي حصل لي فجأة ما كانتش موجودة. لقيت نفسي فجأة بقول له ايه ده بجد؟ فعشان ما بينش ان في حاجة قمت قايل له طب محمد اخوها جاي، عشان محمد اخويا الكبير و وشخصية جميلة انا بحبه. انا علمي ان احنا ما نعرفش بعض يعني ما نتكلمش خالص في أي هو حاجة. في الاسبوع ده بس احنا مع بعض نمفصل. ومجرد ما هي بنرجع تاني ما بيبقاش في اي صلة تواصل الا بعديها بيوم مثلا صلة تطمن عاملين ايه عشان هي صديقة العيلة. تعال اتفضل يا حبيبي. حسيت ان انا يعني بيت بيتك بيت بيتك يا حبيبي. اقعد براحتك خالص. بس ف محمد جاي طب ايه ده طب كويس. لا محمد مش جاي. قلت له ايه ده محمد طه مش جاي؟ اللي هو انا ما صدقت بقى. اللي هو اخوها. اخوها محمد اخوها الكبير. انا اسف معلش. اللي حصل حصل. بس فاللي هو لقيت نفسي ايه ده؟ ساره جايه ومحمد طه مش جاي بقى يعني بيني وبين نفسي بقول ايه؟ هبقى براحتي. بس انا براحتي على ايه؟ ما فيش حاجه اصلا. وانا ما اعرفش حاجه من هو بيتكلم فيها اصلا. انتوا ما كنتوش اصلا يعني كان في اعجاب مفيش تواصل حتى على فيسبوك. انا بقول لك حتى تواصل ولا اي حاجه اصلا. هو في خلال الاسبوع بعد السفر ما بنرجع بيوم هي بتبعت لي عاملين ايه ومش عارف. هروح لساره اسالك. وهجيلك تاني بنفس الموضوع. تمام. انت بقى كان ايه رد فعلك اول انا اول برضو عايزك تعرفي برضو الجمهور بيكي ولان انت معروفه طبعا بس لسه في ناس داخله وفي ناس جايه من قطر وجميع الدول العربيه. على راسي على راسنا كلهم. انا اسمي ساره طه والشهره بسكوته ممثله مسرح وميديا واثر غطاس على مستوى العالم وكنت في فريق فنون شعبيه كسر كم واقزام. ما بس بقى موضوع محمد هو زي ما هو حكى كده هو كان مستني وانا ما اعرفش ان هو مستني بس كان ابن اختي يقول لي ده محمد سيد مستنيكي والدنيا مقلوبه وكلهم عايزينك تيجي وما اعرفش ايه. انا اصلا كنت في اسكندريه وقلت ماما انا هاخد 3 ايام في الجامعه انا عايز اروح. فلما رحت لقيت كله بيقول لي محمد سيد مستني. طب خلاص يا جماعه فين؟ قعدت ادور بقى فين محمد. هو كان في البلكونه اللي قدامنا. فقعدت انادي عليهم لان اهله كلهم انا بحبهم بيحبوني. ففرحوا ان انا جيت. فعماله بقى اقول لهم ايه فين محمد؟ خارجني بسندوتش كان بياكل. كنت بتعشى. قلت له ايه ده انت نازل؟ قال لي الحمد لله على السلامه. طب انا هاكل وانزلك على طول. قلت له انا هنزل. انا ما نزلتش وهو راح السوق يتمشى مع صحابه وما شيء. قمت جايبه الرقم ومتصله بيه. الجماهير متابعه الكلام ده كله. قمت حلوه قمت جايبه الرقم وقلت ايه اعمل له سربرايز ما دام هو سال عليا افاجئه. بس برضو ما فيش في نيتي اي حاجه تماما. ايه قال له انت فين انت مين؟ هو انا من عادتي ارقام غريبه ما بردش عليها خالص. فكان معايا جدا لا 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 هو بيترسم. كان بيكلم واحده وكان بيتهرب. لا. لا انا ارقام غريبه فعلا ما كنتش ما بردش على رقم غريب. فكان معايا واحد صديقنا معانا في الفندق فبقول له رد انت. فخليته رد قال ده صوت واحده. قلت له طب هات التليفون. ادام واحد هات التليفون. هذا التليفون اشوف مين. لكن لو واحد اقفل يا باشا السكه. قعدت الراجل بايه؟ بين ست ست يقول الراجل شكرا. بس ف فرحان انت. الو قالت لي انا ساره. ساره انت جبت رقمي منين؟ خد مالكش دعوه جبته منين؟ جبت رقمك وخلاص. انت راجع جاي؟ بس انت راجع. قلت لها انا راجع دلوقتي. سبتهم كلهم ورجعت على الفندق تاني. جه نادي عليا كنت انا بقى عندي شغل وموبايل وكنت فاتحه وقاعد يسال عليا. قعد تحت في الفندق. قعدت في الفندق تحت استنيتها لحد ما استنى بقى انا نزلت. بس نزلنا بقى عامله ايه اخبارك فينك وشغلك. وقعدنا بقى نلعب كوتشينه في ساعتها بقى دي. كنا بنلعب الشاي. قعدنا بقى نلعب مع صحابنا بنات وشباب. الاقيها بقى عمال ايه نظرات غريبه ومش عايز نخسر ولا وريني ورقك على ورقي عشان في حاجه غريبه نخسر. بتحصل انا مش فاهماها. لحد بقى ما واحده واحده لقيت في رومانسيه كده في الكلام وخدي كلي وخدي اشربي وما اعرفش ايه. انت يا جماعه اني مشهور اللي ماسك كان هو على البحر هو. يا جماعه يبقى ابن اخت ساره. ابن اختي بس ما بعتبرش ابن اختي يعني هو بعتبر اخويا. اخويا وحبيبي. الناس الحلوه هنشوف لك عروسه بعد اللايف ما تقلقش باذنك. طيب انا عايز امنت شويه من التفاصيل دي واخش في الموضوع على طول. يعني خش في الموضوع على طول. رجعنا وقال لي بحبك في التليفون. قولها تاني بس. رجعنا وقال لي بحبك. ايوه رجعنا وقال لي بحبك. رجعنا وقال لي بحبك. كنت انا مزلقه انا وبرده ابن اختي واخويا ورايحين نجيب حاجات وانا في التليفون لقيته بيقول لي انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له قول في ايه؟ انا بحبك. امسكها في وشي.
هو خاف من رد فعل، لان انا قبليها قعدت عشان اقول لها انا بحبك دي، انا قعدت على الخط اقول مثلا 10 دقايق مش عارف اقولها. على فكره ادم عمل كده فعلا بيحبك فعلا. اه والله العظيم. اه طيب محمد هسالك مفزع. اتفضل. اه انت يعني اعجبت بساره وحبيتها عشان خاطر شايف مثلا ان الناس كلها بتقول ساره قصيره، ساره مش عارف ايه، وحظها وحش، وحظها مش عارف ايه والكلام ده كله، ولا انت حبيتها من جواها كشخصها بصراحه يعني؟ لا كشخصها، لان ساره اللي عملته معايا اثبت لي ان فعلا دي البني ادمه اللي ينفع تشيل اسمي وتخش بيتي وتحافظ على بيتي. ساره وقفت معايا كتير في دراستي، في شغلي، في حياتي كلها، في مشاكل في البيت مع اهلي، والدي الله يرحمه او والدتي ربنا يديها الصحه. بس لا ساره كانت جنبي في حاجات كتير قوي. ساره ممكن طبق البسكوت اللي هناك ده انت عايزه؟ اه شكرا كمل. بس فلا ساره انا بحب البسكوت. ساره حبيتها عشان شخصيتها، ليها كاركتر لوحدها، مش ماشيه مع الناس، ليها تفكير، ليها عقل، بتعرف تميز الصح من الغلط، الحلو من الوحش، سند، ويتقال عليها فعلا ست بمية راجل. والله هتغر، اقسم بالله هتغر. يتقال عليها فعلا ست بمية راجل، اللي هو لا تقف تسد معاك في اي حاجة، ما تعترضش على حاجة، راضية باللي ربنا كاتبه لها. سارة قعدت 13 سنة بكل سنة بتعمل منظار، كانت بتخش عنايات مركزة. الموضوع تعبك ده اقول لك مفاجأة بقى. طب قول يلا دينا المايك. انا موضوع تعبي ده، انا قعدت بالظبط 12 سنة بعمل مناظير، عملت 13 منظار، ورحت للدكاترة وقالوا لي لا لازم نركب جهاز وبالونة، اي اكل، سوري في اللفظ، برجع تاني على طول، اي اكل، اي اكل في الحياة عايشة على كده. ودخلت العناية المركزة، ودخلت كنت بين الحياة والموت. بس اللهم لك الحمد، من ساعة ما دخلت البيت بتاعنا معدتي احسن بكتير بكتير. مش عارفه ممكن يكون نفسي 13 سنه نفسك اول ما لقيت الشخص المناسب يعني. بس انا كنت عايشه حياتي عاديه. هي كانت سوري برضو كانت بترجع الفتره اللي احنا كنا فيها مع بعض، بس جت فتره 3 شهور كانت ظبطت يعني. هو مفيش اي حاجه ورجعت تاني. بيبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد كل يعني ازمه ايوه. فانا حمد ربنا بصراحه هو وشه. طب ما تغنين لي حاجه يعني بقى عشان بمناسبه الفالنتاين. مش قادره والله، حزم تعبانه عندي زي حته صغيره الناس والله يعني. فالنتاين بقى مع اذنك يا استاذ محمد. ايوه غني انت بتديني مايك ليه؟ غني معها غني بس خلي انت ماسكه. ما انا مش قادره حزم والله غني والله تعبان. حته صغيره. بحبك يا حبيبك مني، بهواك وبحس انك مني، سمعني ده انا بروحي بغني، انا بحكي لكل الدنيا عليك، بحب الحب اللي جمعنا، بخاف من الشوق اللي وجعنا، وعمري بجد ملوش معنى، ولا تحلى دنيا في يوم غير بيك. بس كفايه عليكم كده، مش قادره والله ما قادره. انا بقيت تمام فارس. ايه يا فارس؟ انا وشو انا وشو هو ايه كنت تتمنى ولا ايه؟ بعد شويه انا وشو جيت الليل وانت تغيب، انا والعين بنسال وين اغلى حبيب، انا قلبي نادي ليك وروحي تروح لك، يوقف بيا الزمان واستنى اشوف عينيك، ارجع لي اشوفك والقلب مرتاح، ريحني يا حبيبي من نار الاشواق، قلقك بلبسم عيوني وتغني الافراح، والقك يا حبيبي زي انا مشتاق، هوبا نينا 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 نا. وانت بقى غني حاجه بقى. انا يعني بص غني ايه؟ اي بقى ده حكم بقى حكم ايه؟ غني حاجه. انا عارف انك بتغني. كان صوتي غني
غني. لا غني غني غني. هم هيصفوا عليك انا عارف بما فيهم انا. طب ليه هو الصوت باين على غني ايه؟ يلا 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 خليك كده عندك سلام نفسي متقبل. لا انا متقبل بس هغني اقول ايه؟ انا صوتي وحش، صوتي وحش يا جماعه والله. من غير تنمر، من غير تنمر. هم اللي طلبوا، يلا هم اللي طلبوا، ماليش دعوه. انت لما تبص لعينيها كده وتركز هتلاقي نفسك طلع صوتك. كنت بغني لها في التليفون بس صوتي كان وحش. ده كان هريني هنا. هو انا كنت غني لك في التليفون؟ ايه غنيت في التليفون كتير. وكنت يعني قبل الخطوبه كانت علاقتنا اغاني، حتى لما كان بيصالحني على الماسنجر يكتب لي اغنيه ايه الحياه دي واغني بقى. طبعا مش هينفع. ما تيجي وما تيجي ناخد راوند في البيت كده بدل ما عشان ما نزهقش الناس في نفس المكان. مش هينفع اقول له صوتك وحش بقى. لا ما هو هيغني، هتغني. لا انت ما تفتكرش ان انا بهربك، بضغط عليك. لا نقعد هنا يلا. يلا يلا ايه غني. ايه الاغاني الرومانسيه اللي كنت بتغنيها؟ خليك رومانتك رومانتك. استنى طيب غني غني غني. ايوه طب بس انا اخليك ثانيه واحده امسك كده. ماشي انا مفتح خلاص. والله ما فاكراهم. انت قلت لي كلام، قلت لي اغاني كتير. غني يا جمال. ما مش عارف والله، مش جاي في دماغي اغنيه دلوقتي. اي حاجه تامر عاشور. ها غني اي حاجه بمناسبه الفالنتاين. حتى انا عايز افتكر اغنيه. انا دماغي واقفه بقى كتير. 10 اغاني عايز يعني قبل ما اتكلم صراحه يعني عشان يعني اكون برضو صريح وفتان. صريح وفتان. محمد هيجيب لك هديه للفالنتاين النهارده او بكره بالكتير قوي. البس. ما انا عشان كده بقى عايز اجيلك. ايه في عايزين نشوف الهديه. جبتها وصورتها وهنزلها عليك. طب ينفع موجوده دلوقتي؟ ايه ممكن نطلع بيها احنا اول ناس ولا استاذنك يعني؟ لا عايزين نشوف، عايزين نشوف بعد اذنك. لا دلوقتي يا جماعه بمناسبه الفالنتاين ساره جابت هديه لمحمد بس هي سبقته. بس انت هتجيب. انا والله هعمل حسابي على انا فضحتك. معلش ماشي. تعالى اقعدي. والله طيب دي هديه يا جماعه. دي هديه انا جبت له الساعتين دول. عشان هو انا بحب الازرق. الله والله محترمه والله يا ساره. ودي فيها حاجات. خلاص كفايه كفايه. وفيها تانية كفايه. بس انا عملت له سربرايز امبارح من غير ما يعرف. وقعدت هنا على باب الاوضه وقلت له يا بابا الحقني بسرعه تعالى. وانا قاعد جاي جوه السرير لقيت نفسي بجري. ففاجئته بالصاله بقى عتيس كده. استنى هنزلها على القناه بتاعتنا على اليوتيوب ان شاء الله. قناتك اسمها ايه عشان الناس برضه تشوف؟ القناه بتاعتنا اسمها يوميات ساره طه ومحمد. يوميات ساره طه ومحمد. انتوا جايين من يوم السابع عشان بيبقوا لكم اوبشن يعني. في فيديوهات تانية ليهم. طبعا متابعي اليوم السابع احنا كان لينا الشرف اللي احنا كنا اول ناس كنا متابعين محمد وساره من اول ما ارتبطوا. طلعنا معاهم خطوه بخطوه لغايه لما الفرح اللي كسر الدنيا. هاجي لكم هنتكلم على الفرح برضو. الفرح كان جميل والحمد لله. الفرح كان يعني زي بيقولوا كده بالبلدي رفته حلوه يعني. أيوة. الفيديو كل الناس اللي كانت موجوده في الفرح كلهم كانوا مبسوطين. واعتقد متابعي اليوم السابع اللي كانوا متابعين الفرح كانوا كلهم مبسوطين جدا. والفرح عمل ترند كبير والفنان عمر كمال خد الفيديو في الفرح ونزله على صفحته. فكان حلو قوي. طب احنا مش هنغني بقى ولا ايه؟ والله ما عارف حاجه يا حازم. احراج اقسم بالله. انا خلي بالك الناس مش الناس مستنيه يعني. انا بقلب في دماغي اغاني. طيب عشان مش عارف غايه لما نلاقي الاغاني. قولي لي يا ساره. سارة انت كنت قبل كده كنت بتواجهي اي حاجة بتضايقك ازاي؟ انا دلوقتي عموما انا متابع يعني اعرفك من زمان. فانا فاكر اول تقرير كنا بنعمله يعني برضو نفكر الناس كان عن التنمر. فانا كنت متخيل هروح الاقي واحدة مكتئبة ومخنوقة وزعلانة. لقيتك اعتقد تنمرت على كل الناس الموجودين بما فيهم مصور. يعني اعتقد ما كانش عندك مشكلة خالص في الموضوع ده. لا انا كنت زمان الموضوع ده كان ممكن يعمل لي مشكلة. وانا 6 سنين 7 سنين كده كانت والدي موجود الله يرحمه. فكان بيساعدني بقى ان انا اخرج من البيت ويقعد يقول لي نصايح والدين وربنا هو اللي خلقنا ومحدش يقدر يغيرك وما اعرفش ايه. واحده واحده يعني كنت اروح اخد الصدمه من المدرسه ارجع لبابا اهدي. عارف انت في نار وحد بيهديك في نار.
بقيت بقى اخد الصدمات، اتعودت بقى ان انا اخد صدمات وارجع اهدي نفسي. بقيت بقى لما والدي توفى اخواتي بقى، اخويا ربنا يديله الصحه يا رب، وامي ربنا يديها الصحه ويخليها لي، واخواتي كانوا عامل اساسي في خروجي من البيت، يعني هم اللي ساعدوني. شفنا الفيديو اللي انت كنت ماسكه المايك وكنت كل واحد بتشكريه، كان حقهم عليا، كان حقهم عليا، لان هم عانوا معايا كتير، عانوا معايا في التنمر، عانوا معايا في صحتي، في تعبي اللي كنت فيه، وما كانش فيه هدف. يعني كل ما اروح لدكتور يقول لي ما عندكيش حاجه، يعني انت بصرف وبعمل ما فيش حاجه، فانا كان نفسيتي تعبانه ان انا مش عارفه اكل، مش عارفه اشرب. فدي كانت معاناه بالنسبه لي، غير التنمر. انا كانت معاناه معدتي تعباني اكتر من معاناه طولي او شكلي. فانا لما بلاقي ناس اقل مني بقول انا على الاقل فيا ميزه، بعرف اروح واجي، عندي موهبه، عندي حاجه بس عليها. لكن انا لو يأست هقعد في البيت ومش هعمل حاجه والدنيا هتروح مني، مش هعيشها. طبعا انا ليه بس بذكر السؤال ده، عشان خاطر دلوقتي يا ساره انت وطبعا محمد بقيتوا زي نموذج جميل لناس كتيرة جدا. في ناس شايفاكم بتتعلم منك وبتتعلم منه وبتتعلم منه الرجوله، ازاي يبقى راجل قد كلمته، ازاي يبقى قد جدا، وكان كل ما يوعدني بحاجه بينفذها بصراحه، ويتعلموا منه الاصل وكل الحاجات دي، وبيتعلموا منك برضو الاصرار. انا في ناس كتير بعتت لي انت اديتينا طاقه، ناس من طولي واقل مني. طب انت احكي لنا، طب الناس اتصلوا بيا من السعوديه على الماسنجر قالوا لي طب انت قولي لنا حاجات من اللي انت بتعمليها اللي عايشاها، انصحينا نعمل ايه. نصيحه كده، لا انا عايزه اقول لهم ان انتوا حبوا، يعني انا لو ما حبيتش نفسي او ما حبيتش شكلي مش هخلي الناس تحبني، لكن انا لو حبيت نفسي ونزلت ابتسمت لك حتى وانت مديني وش وحش او انت متضايق او مش مأذي من شكلي، فانت ذات نفسك هتقول طب انا بضحك عليك زي هي ما بتضحك. كنت بلبس الاول كعب عالي قوي وثلاث اربع ادوار ومعاني عشان اجيبه، دلوقتي بقيت البس باليرينا ولا فارق معايا خلاص بقى. انا ايه اللي انت بركب المترو اقعد اتريق على الناس الطويله، اقول لهم يا جماعه بس عشان في روايح انا شماها غريبه. انا طايله مراتي غريبه في المترو وكل المراتي طايلاها، فبعاني بقول لهم لا نعمل عربيه قصيرين بقى عشان كلنا نبقى طول بعض، محدش يتضايق من التاني. الموضوع بسيط، و ما اعرفش انا لو كنت مثلا نفسيتي تعبت من زمان وفضلت نفسيتي تعبانه ما اعرفش كان هيبقى حالي زي دلوقتي ولا لا. محمد لما دخل حياتي ساعدني اكتر، اداني ثقه بنفسي اكتر، بقى في مساعد كبير قوي في شغلي وفي حياتي وفي معنوياتي، ماشيه ببقى فخوره وانا ماشيه معاه. على فكره هو برضو طويل زياده عن اللزوم، المشكله فيه يعني انا طبيعيه جدا يا جماعه، انا طبيعيه قوي، انا 139 سنتي ولا 140، انا طبيعيه، انت مش طبيعي صح. محمد يوم الفرح، خلي مايك معك يوم الفرح. انت بتضحك، هو حب الموضوع خليه. يوم الفرح، انت كنت متوقع ان الفرح هيطلع ترند بالشكل ده ومصر كلها تتكلم عنه بمناسبة الفرح؟ وبصراحة في كلمة قلتها لها اول ما دخلنا القاعة، اول ما بدأنا نرقص قلت لها الفرح فاضي مفيش ناس. قلت لها الفرح فاضي، قلت لها فين الناس، يعني الناس اللي الناس اللي الناس برا وفي ناس محدش كان جه. انا فجأة وانا نازل، لا واحنا نازلين من ساعة لما لبست الفستان التاني واحنا نازلين من فوق من التلفريك في وسط الفرح، فانا قبليها الباب كان مفتوح من فوق عشان نركب احنا وننزل، فانا مش شايف. اول ما بدانا ننزل بصيت لها كده، ايه الزحمه دي، قلت لها ايه الناس دي كلها، ده نفس الفرح يا جماعه. انا اتصدمت، قلت لها الناس دي ما كانتش موجوده واحنا نازلين. بس انا كنت بسقف وبكلمها اللي هو عشان ايه بجري الموضوع عشان ما حدش يحس برياكشنات وشي ان في حاجه او ان في استغراب من حاجه. بس تفاصيل الفرح بقى، المفروض كان معادنا من 6 ل 10، طبعا خرجت من الكوافير الساعه 7 اصلا. اي بنت في الدنيا كده خرجت من الكوافير الساعه 7، انت لوحدي، ازمه البنات كلها، يعني دي حاجه طبيعيه. انا بالظبط انت ليه يوم عيطت يوم اول ما شفتها، ايه احساسك ساعتها؟ يعني انت عيطت بسرعه جدا الكوافير، في بسرعه جدا تعبت عشان اوصل لحاجه زي دي. الموضوع اللحظه دي الموضوع كان بالنسبه لي تعب كتير قوي قوي، قعدت سنتين ونص تعبان ما كنتش ببين، سنتين ونص كاتم في نفسي وعايش عادي، بخرج وبروح واروح شغلي وارجع، بس انا جوايا ايه وانا شغال، حتى في شغلي وانا ما كنت بروح شغلي ما كنتش بعرف اشتغل، لدرجه ان انا سبت مطعمين قبل المطعم الاخير بتاعي سبتهم عشان مش عارف اشتغل. نفس ضغط عليا كتير قوي ومش عارف اركز في حاجه خالص، بس عشان الموضوع كان صعب عليا قوي يعني. طبيعي، هي قاعده في بيتهم فمش فارق مع حاجه. خلي بالك المنصب في الزمن ده بيطلب دلوقتي
الايه الرومانسي في الزمن ده على الطلب يعني الطلب. والله عليك الطلب خلي بالك بقى الطلب عندك تمام. بس ساعه كتب الكتاب اللي وجعني قوي 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 وفاه والدي انه ما كانش موجود معايا دي اللي دمرتني فعلا. ربنا يخلي مامته. انا والدتي تعبت قوي 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 معايا تعبت قوي معايا لان انا عينه دي وايه حضني وكان اول واحد اول واحد لفيت اول واحد بعد ما كتبت الكتاب لفيت وحضنته كان هو لان هو اكتر واحد تعب معايا في الشقه دي حاسس بيك. هو اللي لا هو كان واقف مع الصناعيه وانا في شغلي هو اللي كان بيشيل على كتافه الرمل ويطلع والاسمنت لا عايز اقول لك مفاجاه حصلت يوم الفرح. هو احمد اخوه كان في الجيش دي برضو اللي كانت وجعاني. انا قاعد في البيت الحلاق عندي في البيت فلقيت الباب الشقه بيخبط تعالى تعالى اللي دخلنا انا بالبيت ده ياسين ده العسل ابن محمد طه دي عم حازم بوسه. بس فقاعد بحلق لقيت باب الشقه بيخبط ثلاثة جيراني بيخبطوا عليا واخويا واقف مستخبي جنب باب الشقه. فاللي اعرفه دي برضو كانت حاجه خانقاني ان اخويا مش موجود ومفيش حد غيري انا يعني هو وبعد والدي الله يرحمه هو اللي ليا ووالدتي. فلقيت باب الشقه بيخبط انتوا بتحلق؟ قلت له اه. قالوا لي طب خد ده احلق له معاك. لقيت اللي داخل لي بقى وشال شنطته على كتفه هو جاي وكان فاضله لسه فتره على ما يجي ولسه نازل الجيش دي دمرتني دي كانت دي بقى فعلا كانت محتاجه الناس تشوفها فعلا مامته مش موجود. بس كلنا اول ما اتصل بيا وانا في الكافيه هي متمعيطه هي كمان اقسم بالله بجد بتهزر. انا يعني بحب احمد جدا والله العظيم انت متسلم ماما يا ماما احمد هيحضر الفرح. بس لما حضنت احمد اخويا في الفرح بقى كان ذكريات رجعت لي. طيب انا عايز اسالكم اخر سؤال عشان ما نطولش على متابعي اليوم السابع انهم مبسوطين جدا على فكره. بجد كام على الكارنت؟ طيب طبعا انتوا اتشهرتوا الحمد لله يعني الحمد لله يعني فضل ونعمه. طبعا اغرب موقف حصل لكم وانتوا ماشيين في الشارع بعد الفرح وبعد الترند ومصر كلها شباب واحنا كجريت اليوم السابع اول ناس صورنا حصل احنا اول ناس صورنا ماشي كنا نازلين نجيب طلبات اول امبارح اتفضلي. ايوه كنا نازلين نجيب طلبات من منطقه جنبنا ولقيت واحده جايباني من ايدي كده وانا ماشيه مع محمد مع انجزاه قالت لي خدي خدي هو انت اللي كنت في اليوم السابع انت اللي فرحك كان مكسر الدنيا انت يا محمد انتوا كنتوا جمال قوي طب يلا نتصور والنبي تصوري. فانا كنت مبسوطه بصراحه وهو قاعد انا متنحى له يعني كان مستغرب في ايه وكل ما ينزل في حته شدتها من ايديها اللي هو لقيت ليا يعني لقيت حاجه بس انت كنت جمال قوي وانت جميل قوي وانت كنت عسل وقعدت تقول كلام حلو قوي وقعدت تصورنا وخدت الرقم وبعتت لي الصور على الواتس. يعني الموضوع كان مبهج بصراحه. قبل ما نختم عايزين تقولوا ايه لجمهوركم؟ كلمه وكلمه جمهوري صراحه اذا كان جمهور اليوم السابع او الناس اللي متابعانا على اليوتيوب او على تيك توك او اي على اي منصه بشكر الناس دي وقفت معانا جدا والناس دي تعبت عشاننا وهي اللي وصلتنا اللي احنا فيه بعد ربنا اللي من غير الناس دي فعلا ما كناش هنبقى في اللي احنا فيه. ساره نعم اتفضلي. انا من غير الناس حواليا ومن غير الجمهور اليوم السابع وجمهور الناس اللي بتشوفنا على اي منصه زي محمد ما قال وعلى قناتنا على اليوتيوب الناس بتدينا حافز وبتدينا باور وكل الناس عايزه تعرف اخبارنا وعايز تعرف احنا بنعمل ايه وكانوا بيشكروا في الفرح والفساتين وكل حاجه كانوا مديني طاقه حلوه قوي قوي فتحوا نفسي على كل حاجه. ان احنا كنا ترند عندكم في اليوم السابع كنا ترند على التيك توك كنا ترند اليوم ده كان فظيع بالنسبه لنا وكنا فرحانين اصلا يعني قاعدين بالظبط في الموبايلات بص بقينا 8 مليون ده اليوم السابع بقى 5 مليون ما اعرفش 10 مليون فاحنا كنا مبسوطين جدا وشكرا ان انتوا كنتوا معانا خطوه بخطوه وبجد تحياتنا ليكم بامانه ربنا يسعدكم ويسعد كل الناس اللي كتبت يا جماعه بالنسبة لكل اللي حصل يا جماعة في الفرح ربنا يستر الفرح كان ممتع جدا انبسطت وكانوا حلوين قوي في الفرح يا جماعة واللي حاجة واحدة بس انت بتقولي ايه بتنادي عليا تقولي ايه والله يا روحي يا جماعة تقولها ايه يا روحي يا روحي يا جماعة انا في حاجة واحدة بس ضايقتنا كلنا في الفرح ان ان الراجل مش قد يشغلنا مهرجانات شعبيه بقى شكرا شكرا متابعينا قبل ما يلخبط اكتر من كده شكرا متابعي اليوم السابع النهارده احنا كنا في بيت محمد وساره واحنا اتشرفنا
شرف لينا كل الناس على يوم السابع نورتونا ودخلتوا بيتنا بجد ان شاء الله يعني دخلتكم دخلت خير ونورتونا والله العظيم. عايز تقول ايه؟ قول حسبي. لا والله. شكرا متابعي اليوم السابع على المتابعه، وان شاء الله استنونا في لايفات تانية كتير وهنجي لكم تاني، مش هنسيبكم. مش هنسيبكم. مش عايز تقول حاجه انت كمان؟ شكرا متابعي اليوم السابع، كان معاكم حازم عبد الصمد مقدم برنامج الحلزومه. الحلزومه. سلام. الحلزومه. شكرا متابعي اليوم السابع.